بركه اهلنا قبل. ما دام بدا يلزق بالقاعه معناته بدا يصك يسيح. نشوف مايت يا ام محمد بعد بقاله شويه لا ما ايش رايك ننقل بس عشان يسيح؟ اي تفضلي احطه هني. ننقل الماي عند ام محمد. خاف مالت هذه لا تشتغل. اي ديري بالك بس بحطه عشان اسيحه برده، ترى ما يصير تشتغلون فيه على النار الحاميه، بس انا حاطته بس عشان يسيح الشكر للسرعه. بس يسيح ابتدي بسرعه اشتغل فيه. بعد انا ابي ماي حار، راح اذهب ماي حار اخليه. تقولون لي ليش ام محمد؟ ليش؟ عشان السمسميه دائما تصك بسرعه. إيه. ما تقدرين تحطينها على الشوله مره ثانيه، بس اذا خليتها على حمام مائي تظل ماسكه سيولتها. إيه. ونكورها بسرعه. اجيب لك ماي؟ ابي ماي وجدير صغير عندنا. لا هذا ما راح يكفيني. ما يكفي. وفي جدير صغير ام محمد. بدا يسيح لو تشوفون من الاطراف هذه. حتى قام يتحرك معي. شوفوا شوفوا. اي قام يتحرك شويه بس وكت الدبس عليه. بس انطر شويه. هذا الماي جزاك الله خير. والجدر وينه؟ الجدر بالزاويه هني. ما ادري عاد حاطينه تحت ولا فوق. اكو جدر كبير؟ لا لا صغنون واصغر من جدرك. الحين اجيبه. شوف 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 بدا يصيح معانا. شفتي مو محمد؟ بدا يصيح. احنا نبي هذه شوفي هالدرجه. بس بعد ما اكتمل. انا ماني شايفته مكتمل، ما احس انه ذاب الشكر كله. اي فعشان كذي انطره بس يذوب كله. ارفع سيدي احطه هني واحط السمسميه واحط الدنيا كلها على ما يذوب شويه. ايه شنو عندي طبخ؟ طبعا بتحطين العدس؟ الماي بنحط العدس ان شاء الله. تبين قفشه؟ اشغل ماي. عندك قفشه؟ عندي. مو محمد على فكره انا دائما اتناقش وياها بالاكل. مقاديرها فعلا تكون مضبوطه. اي طبعا ان شاء الله عليها. احط العدس، مع ان احنا العدس ما نستعمله بالبيت. ولا تخلين ولا حبه؟ انا بسكر لان خلاص وصلت المرحله اللي انا ابيها. اخليها طبعا تطبخ على راحتها. الحين انا وصلت الى مرحله السكر اللي انا ابي، اللي هو اوكي. الحين وصلنا الى هالمرحله اذا تشوفونها تبين معانا. انا بحط هذه المرحلة اللي أنا أبي أحط عليها الدبس. الحين بحط عليها الدبس وراح تشوفونها شلون. شوفوا شوفوا لما أحطه يبتدي عاد بالوقت هذا تقدرون تحركون. راح يفل وقت السم لما تحطين. لما أحط الدبس الحين من احط الدبس من يسيح شويه خلاص لازم انا احط السمسميه. بس انطره. اعطينا عشان تبين الجدر لان ما نعرف مكانه. الجدر اللي تبينه ان شاء الله تحركينه بس بسيط. لان انا سكرته من خوفي لا يسكر معي. وين
وصلتي؟ خلينا طبعا عدسنا يطبخ على ما عندي هاي يصير. اي بس الحين لازم نحط السمسميه سيده. نحط السمسم الحين، نحط السمسم بالمرحله هذه، راح نحط السمسم هو راح بروحه يذوب. نفتش عليه الجوله بس قصروها، شوفوا العين كلش مقصره. نبتدي نحط السمسم وبسرعه قبل لا يحترق عندنا، بسرعه نحرك، بسرعه نحرك. وهني راح احط الماي. ليش الماي؟ عشان من اخلص شوفوا، شوفوا المرحله هذه بس احس انه بيلم على بعض، خلاص اشيله واخليه على هذه المرحله اللي انا وصلت لها. انا بس الحين ما اقدر اخليها على الجولة على طول، اطفي واخليها على الحمام المائي. عشان شنو؟ وانا اسوي اشتغل ما توقف عندي، اغسل ايديني وابتدي. عفوا نسينا الشغله المهمه اللي هي نص الكوب، اللي هو نص الكوب مال الفستق، الفستق والهيل، قفشه هيل، قفشه واحده هيل. احركهم مع بعض عشان كل مكان ياخذ الفستق. ترى الفستق اختياري، الفستق اختياري بس ترى والي حلو معه، هو حلو بس في ناس ما يحبونه. هو الفستق اختياري. اغسل يديني وابتدي اكور كورتين ونبتدي ناخذ فاصل على ما نكمل شغلنا. مثل ما قلت لك شوفي لازم تلملمينها، متعبه شويه، لازم تلملمينها ودينك تكون فيها. تقعد كم يوم؟ تقعد للشهر، للشهر تقعد. انت تحاولين تكورينها وتلملمينها مع بدينك. اي تلملمينها لما تلم هي، لانها بسرعه تيبس. فعشان كذي انا حطيت الحمام المائي وبسرعه، بس ما اقدر اشيل ايدي منها. فانا بسوي كم حبه وبعدين برفع ايدي منها، لسبب ان انا اوريدي مسويه بس عشان اوريهم شلون يلمونها. طبعا بالبدايه تلمونها كذي مع بعض، لاني انا حاطه طبعا هذا اللي دبقنا شو اسمه الدبس، دبس مو الشكر، الشكر يعقد. بس من تسوينها كذي وتلملمينها تلملمينها تلملمينها بايدك تبتدي تكور. يبي لها طولة بال. اي بالضبط. شوفي هي تكور، بس لازم يعني تضبطين حالك بحيث انك تصبرين على الحراره مثل ما يقولون. ترى والي بناتنا نحلها ونقول لهم سووا السمسميه، بتقول لي والله خل اشتريها جاهزه ولا لا. ليش؟ يحطونها بالصينيه ولين بردت يقطعون، يقطعونها ويسوونها. انا بغسل ايدي وبرد اكمل حبتين ثلاث بعد زياده. انا على ما تخلصين انا العدس الحين طبعا خلص. ابي الحين اسكر عليه الجوله وابتدي اطحنه. الحين احس ان العدس خلص، خلص خلي شويه وبعدين ابتدي اطحنه بالمطحنه اليدويه. اجيب لك المطحنه؟ اي خلاص، لان انا خلاص ما راح اسوي زياده على اساس اني انا اوريدي مسويه خالصه. هني ام محمد احسن لك. انا اشيل عنك. انت خلصتي؟ اي خلصت، انا اشيل الاغراض.
حطي بالك. أنا أطحن وأنت تحطين؟ يلا وأنا أحط. ها؟ يلا. أوكي. هذه سر عندنا. هذه سر الطبخة عند أم محمد. أي أبتدي الحين. أنا أحط وأنتي. ذوقوا. شوربة العدس. شوربة العدس مالت أول مالت المدارس اللي لحق عليها في المدارس، واللي ما لحق عليها يسويها. عندنا بعض مصورينا ويانا من عمرنا لحق عليها في مدارس الكويت. لا وينومونا. ايه. ينومونا يوم اللي بالروضة. ايه. صياح ما اروح ونسب النومة. ونسب النومة. ما ادري ليش كانوا يعطونا العدس على اساس انه طبعا كله في بروتينات. ايه اكيد. البقول كلها فيها بروتينات تعادل اللحم. اللحم. يعني الفيجيتيريان البروتينات عنده عالية. ما يخالف. أنت منقية هذه ترقل. خليني أجيب واحدة ثانية أم محمد. لحظة ما شاء الله لأنها ما لقيت. يلا. خليني أحط بعد أكثر. أي حطي. أي. أقدر إني أنا أحطها كلها. أنا لا حطك مو حاطة لا ولا شيء. لا كركم ولا شيء. كلش؟ كلش. بعدين عاد تشوفينها. يعني بصراحة للحين أنا للحين أنت عارفة. يعني عدس خالي كانوا يسوونها بالمدارس. أي. كنا ندخل عندهم ونشوف ونقولون شو نسوي. فكانوا أنا كنت أشم ريحة الكمون فيها. أي. أدري إن فيها كمون. مو محمد نسكر الجسمة على السمسمية لأن خلاص إحنا أوريدي مسوين شغلنا وخالصين. نطحنها وطبعا طحان قبل. رد ورا شوية وروح قدام شوية ورد ورا. ليش؟ هذه هي اللي تعطينا مجال إن حتى القشرة نستفيد منها بنفس. عندي الجدر. ايه. اي ابتدي احمس عندي نفس الجدر اللي فحت نفسه فيه. نفسه اللي فحت فيه اللي فحت فيه عند العدس. خلصنا عدسنا خلص. هذا ما بقى الا الحثال طبعا ما نبي. نشوف الحثال تقولين عنه. ايش رايك خل اقسل لك الجدر شويه. لا ما اقسله. لا ايه. تبينه انت عشان ريحه العدس يكون فيه. اه اوكي. ايه. يعني انت بالعماله. انا بالعماله ما غسلته. اوكي. هذه ايه. اي احط حوالي كذي. احنا خلصنا من هذا اصلا. احط حوالي كذي بس ثلاث. شنو حطيتي؟ ثلاث ملاعق. ثلاث ملاعق عندي زيت. زيت. واي ابتدي احط عندي البصل. والبصل على قد ما تقدرين خليه عندي يحمر. وايد صغير ويحمر شويه. اي. وتخلينه. لا لا هذه قبل البرنامج انا بذوقها. ذوقيها. شوقتيني مع اني ضايقتها منك وايد. اعطيني رايك فيها. بس الحين لما تشوفين الشوفه يختلف عندك الامر. تحسين انك خلاص بتشربين الشيء. حطها على نار اعلى شويه. ان شاء الله. هذول اي ام محمد اعطينا ذكريات. ذكريات عن رمضان. رمضان عندك بالنسبه والله يا حلات اول شيء اول رمضان. اي والله كنا ندخل مع اهالينا وكنا نعرف شو نسوي ما نسوي. اي والله وعلمونا. لكن الحين ما نقول كلهم في بعضهم يدخلون في بعضهم. لا ولا زالوا الحين. إيه. الحلو ان زيارات الرمضانيه. إيه للحين الحمد لله. إيه. رمضان يعيد عاداتنا القديمه.